يا مرحبا وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية. طبعا نشوف اهتمام كبير من الدولة تجاه أصحاب الهمم، وهذا الاهتمام اللي شفناه في الدولة وحتى الحين نشوفه خارج الدولة، وهذا ما لمسناه خلال المبادرة اللي شفناها الجميلة اللي قيمت في مصر. وكانت هي المبادرة عبارة عن ورشة عمل لموسيقى، ورشة عمل موسيقية من اللي قيمت مع جمعية النور والأمل الكفيفات بالقاهرة. طبعا هذه المبادرة كانت برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واللي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، واللي أشرف عليها الدكتور أحمد عبد الستار، وهو مشرف أكاديمي. ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد أو الدكتور أحمد عبد الستار، مدرس قسم الكمان والصوت بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. يا مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا. طبعا شيء جميل ورائع. خلينا نشوف وبعد نرجع لك، خلينا نشوف الفيديو هذا اللي موجود معنا وخلينا نكمل وياك. حياك الله. الشرقي على دعمه للأوركسترا ونور الأمل. بشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. نشكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. بكرر الشكر لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، اللي مهما حاولنا نشكره بكل الطرق مش هنقدر نفيه حقه يعني. ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويحميه. حلو الفيديو هذا دكتور، الفرحة في وجوههم. هم قالوا كل اللي احنا عايزين نقوله، احنا بنذكر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. الله يحفظه، الله يحفظه ويطول بعمره. الله يحفظه ويطول بعمره. فكرة المبادرة دكتور، احنا في بداية عام التسامح حبينا ان احنا ننشر العلم لأبعد مدى يكون، وعندنا توجهات من سمو الشيخ ان احنا العلم لا يقتصر على احد، بمثابة أكاديمية الجميع يعني زي ما بنقول. وسمو الشيخ دايما يحسنا على أصحاب الهمم خاصة. صحيح. بشكل عام يعني، وهذا لازم نهتم فيهم ولازم نرعى فيهم يعني. صحيح. يعني إحنا يعني ده دورنا وده رسالتنا اللي ممكن نوصلها اليوم. والحلو اللي شفناه الحين حتى الاهتمام ما مقتصر في دولة الإمارات، حتى صار برع 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 دولة، برع الدولة. ومشكورين أنتوا على الإشراف اللي سويتوه وعلى الفعالية هذه. لا مو بغريب على الإمارات وشيوخ الإمارات دعمهم للعلم في كل مكان وخصوصا أصحاب الهمم. الهدف من هذه المبادرات هدف علمي إنساني تثقيفي. يعني مبادرة بالخير بكل ما تحمل من معاني الخير. احنا كدورنا كفنانين في الأكاديمية ومن خلال دور الأكاديمية ان هي تنشر العلم في كل مكان، ده دورنا يعني، ده اللي احنا قائمين عليه، وان احنا نحاول نوصل ما يمكن توصيله من علم في كل مكان. دكتور دوما يقولون الموسيقى هي لغة العالم. ايه كل العالم ممكن احنا نتخاطب بالموسيقى. الفكرة هذه اللي انتم سويتوها، وليش بالذات في مصر، وليش بالذات للمكفوفين أصحاب الهمم، في نقاط معينة انتم ركزتوا عليها ولا؟ أكيد لازم نبدأ عام التسامح بشيء يعني كله أمل وكله فرحة وكله نور يملأ حياة المكفوفين. كمان احنا عملنا آلية جديدة بتوجهات من سمو الشيخ، ان احنا نحاول نصغ لهم الموسيقى بشكل علمي. هما أصحاب الهمم من المكفوفين عندهم اعتماد رسمي على طريقة برايل، فاحنا حاولنا نطوع طريقة برايل للموسيقى كمان، وابتدينا يعني نكتب بيها الأشكال الإيقاعية، وابتدينا يعني ندمجها معاهم كأنها لغة ممكن أن تقرأ يعني. دكتور كيف شفت ردة فعل الفنانات بعد اللي صار؟ فرحة ونور وأمل وسعادة. الله يسعد سمو الشيخ زي ما أسعده. آمين يا رب. آمين. أنا أشوفهم الفرحة هم يعلقون ويشكرون، صراحة يعني شيء لا يوصف صراحة. يعني صراحة لفتة طيبة إنسانية من سمو الشيخ.
ان يفكر ان في المساكين دول ويوصل ليهم بسمه امل انهم ما ينحرمون. اي والله وزهره او يعني بوكيه ورد جميل من الفجيره للقاهره وصل من سمو الشيخ يعني لان محمد الله دوما التركيز حتى خرج من الدولة حتى يوصل لجميع الدول وندعمهم بشتى المجالات لأصحاب الهمم. المناهج المستخدمة للمكفوفات يعني انهم يستخدمونها شو المناهج اللي استخدمتوها انتو؟ احنا استخدمنا طريقة برايل. ممكن ترمسني عن الطريقة هذه؟ هما طريقة برايل بتتكون من حاجة اسمها الخلية او الوحدة. الاشهر الاسم الاشهر لها الخلية. الخلية بتكون عبارة عن 6 نقاط بيشكل منها كل ما هو يقرأ، ولو حبوا يكتبوا أكتر من شكل بيستخدموا أكتر من خلية. أوكي. وهكذا. ففرضا عندنا في الموسيقى أشكال إيقاعية، فهم مثلا عندهم نغمة الدو مثلا للروند مثلا شكل الإيقاع الروند، فيستخدموا مثلا النقطة الأولى والتانية والستة فرضا، نغمة مثلا الري الأولى والتانية والرابعة وهكذا، يبدأوا يستشعروا بالنقاط هذه وخلاص تمشي معهم الأمور بسيطة جدا. يعني أنا أشوف ناس صاحيين دكتور ونحن نشوف وكل شيء ما نقدر على الآلة هذه، صعبة الآلة صعبة. شوف آلة الكمان جدا صعبة هي دقيقة مش صعبة، هي أكثر دقة نظرا لصغر مسافتها، لكن مش صعبة يعني آلة يعني في المتناول، والدليل ان جميع العالم مقبل عليها، لكن هي آلة دقيقة جدا. انا عندي تشبيه خاص فيا في الآلات، يعني فرضا لو انا هشبه الآلات بالكليات فرضا الكمانجة كلية الطب نظرا لدقة التفاصيل فيها. دكتور يعني شو الفرق بينها وبين العود للناس المبتدئين بين الكمان والعود؟ هي مقاومات آلة تانية تماما مختلفة 100%، حتى نوع الأوتار ونوع الصندوق المصوت وطريقة العزف عليها، وحتى العود آلة تعزف بالنقر يعني العود بالنقر. اي اكيد عن طريق الريشة، لكن او الترقي يعني زي ما يقولوا، لكن كمان آلة قوسية تعزف عن طريق الاحتكاك. الدكتور دوما يقول كمان هي يعني تروح مع الحزن، الانسان المضايج ولا المهموم إيه؟ من يسمعها تواسي إيه؟ مثل الصديق اللي يواسي إيه؟ فالحين انا ممكن حزين ومهموم ابي اسمع على اساس اني تواسي. الله يحفظك بعد اذنك يا دكتور. امين. تفضل. الله يخليك. دكتور الله عليك. دكتور وانت جاي تحت الهواء قلت هذه الآلة من عام 1937 ايه. ما موجود منها الا كم قطعة بسيطة جدا في العالم يعني. هم احصوا الآلات آلة الكمان وعملوا لها كتالوج، احصوا الآلات الأصلية يعني من صناع الأصليين وعملوا لها كتالوج ويعدوها بشكل معين، وهل كمان من دكتور يعني دوما انا احس ان كان في الكمان او حتى ان كان في العود دوما يقولون اهميتها هي لما تكون قديمه. اكيد. ليش يعني دكتور؟ الخشب بيكون اتبخر وتجفف كويس، والخشب اعتاد ان يرن فيه الصوت عشان يعني زي ما بنقول كده استوى. خشب استوى يعني طلع ذروه الصوت ما فيه يعني. تمام. دكتور تشوف الناس الحين خاصة كونك أنت موجود في الأكاديمية في الفجيرة، تشوف في إقبال من الشباب على الآلة هذه؟ أكيد. آلة الكمان. أكيد ما شاء الله شعب الإمارات شعب واعي مثقف مطلع،
يحب الأشياء العالمية ويحب الأشياء مع الحفاظ على الهوية الإماراتية والتراث الإماراتي. صراحة يعني إقبال رهيب جدا جدا على آلة الكمان وعلى كل الآلات يعني بشكل عام. دكتور، يعني عدد الطلاب اللي عندك في الأكاديمية تقريبا؟ عندي يمكن قرابة 72 73 طالب. ما شاء الله، هم إيه؟ يعني كلهم على الآلة هذه، آلة إيه؟ الكمان. اي بمختلف يعني. وتشوف ان لها مستقبل كبير؟ شوفها هنا اكيد. هي احنا عندنا تشبيه كده بنقوله في الوسط، يقولوا الوتريات يعني العظام بتاع الفرقه، يعني اللي هي ما إيه في يعني كان الهيكل العظمي بتاع الفرقه، يعني هو هي الاساس اللي لها. ما نقدرش نقول اساسي عشان ما نهدمش حق الالات يعني. دكتور، في مثلا احنا نقول لحن حزين وفي لحن رومانسي وفي لحن سعيد وفي امور هذه، هذا اللي سمعتنا قبل شويه شو كان؟ شوف، هي ستايلات مش اكتر حاجات. أوكي. بس احنا مصنفينها بيننا وبين بعض يعني مقامات مش اكتر، يعني ممكن تكون لها مرجعيه للمقامات لكن هي ستايلات للعزف مش اكتر يعني. الستايل اللي استخدمته لنا اللي عزفته قبل شويه ستايل شرقي، يعني كارتجال شرقي عربي اصيل زي ما نقول يعني. زين، نبي نسمع بعد، نطمعنا نحن نسمع بعد. يعني اسمعكم اغنيه مثلا. اغنيه شنو؟ يا زي ما انت تحب. أنا أسمعك شيء من التراث الإماراتي ولينا الشرف. على ذوقك يا دكتور حبيبي. دكتور الله عليك. دكتور، انت كونك مدرس في اكاديميه الفجير الفنون الجميله، في اقل من سنه شفنا تطور كبير يا دكتور في شت يعني في الحمد لله. شو السبب وسبب وراء النجاح هذا يا دكتور؟ سمو الشيخ، صراحه اكون واضح معاك يعني بدون اي مجامله، دعم سمو الشيخ لينا اكبر بكثير من اي شخص يكون متوقع. احنا شغالين بدعم سمو الشيخ صراحه. كمان فريق العمل كأنه شخص واحد. احنا عبارة عن أسرة في الأكاديمية، كلنا على قلب رجل واحد زي ما نقول يعني. وما شاء الله طلابنا كمان مجتهدين وشغالين على نفسهم وتعبانين على نفسهم وقاعدين يطوروا من حالهم. وكمان الأكاديمية فاتحة يعني الناس متعطشة للفنون ومتعطشة، وزي ما ذكرت لك إن الشعب الإماراتي شعب راقي يحب يرتقي بشيء يعني. دكتور، فعلا يعني اهتمام كبير من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي لعهد الفجيرة، وهذا اللي احنا نلامسه ونشوفه في أرض الواقع بصراحة. صراحة سبب وراء نجاح كثير من الأمور اللي نشوفها في الفجيرة وبالأخص أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. وفعلا الفجيرة وحتى غير الفجيرة المنطقة كانت تحتاج مثل هذه الأكاديميات. أنت تقول 72 طالب بأقل من سنة. ده بس وعند مدرس واحد. هو عندك انت يا دكتور. فهذا ان دل على شيء يدل على ان نحن كنا نحتاج مثل هذه الاكاديميه في الفجيره. احنا كمان يجي لنا من خارج الدوله، يجي لنا من السعوديه ويجي لنا من الكويت ومن داخل الدوله، يجي لنا من ابو ظبي ويجي لنا من دبي ومن الشارقه ومن عجمان يعني من ما شاء الله. دكتور، انا لو ما قلت لي انها من عام 1937 انا كنت بمسكها، بس الحين انا خاف صراحه. بالعكس. لا 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 بس يعني هل في مجال ان في ناس كبار اول مره تبدا تتعلم؟ انا صراحه شخصيا اقول لك اشوفه هو شيء رائع جدا ومن عندي شغف اني اتعلمه، احب اسمع ان كان العود ولا ان كان آلة الكمان، بس اخاف اني انا امارسه وابدا فيه. في صعوبه ولا هي خلاص تبدا من الصغر؟ مستحيل يكون في صعوبه، ما حدش ينكر ان العلم في الصغر شيء طيب وشيء نحس عليه، لكن مش بس الصغر، لا العلم كمان في الكبر مهم، العلم في اي وقت مهم، لكن يفضل يكون في الصغر لصفاء الذهن وبتاع، لكن ما فيش مانع في الكبر، ليه لا؟ بالعكس.
لأن دكتور في أغلب الناس وأنا من بينهم نحب نستمع لآلة الكمان ولا آلة العود وغيرها من الآلات الموسيقية وتحصلنا دوما نستمع 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 وصار عندنا يعني خبرة أن نحن نعرف اللي يسوونها واللي يعزفونها وغيرها بس أن نحن نبدأ نجرب للأسف يعني صراحة الآلة بترتقي بالنفس الإنسان بيكون داخله مشاعر كتير عايز يعبر عنها صحيح أعتقد أن الآلة كتير كتير بتسهل لك الأمور دي بتخليك تعرف تعبر عن كل ما بداخلك وبتسمو بيك وبتخليك مليء بالطاقة الإيجابية صراحة والدليل على هذا دكتور أحيانا الشخص يكون متضايج ولا حزين أو عنده مثلا أقول لك شعور داخلي تجاه أي شخص إن كان شعور صحيح. عاطفي ولا غيره ما يهدي هذا الشعور غير الموسيقى فعلا دكتور صحيح دكتور زين عندكم مبادرات قادمة إن شاء الله راح تقومون فيها لأصحاب الهمم كثير إن شاء الله إحنا بندعي كل أصحاب الهمم المهتمين في الفنون يتفضلوا حياهم الله عندنا في الأكاديمية وبتوجهات من سمو الشيخ محمد الله يحفظه وتولى الله يحفظه إن شاء الله إن إحنا فتحلهم يعني كل المجالات يقدروا يتفضلوا الأكاديمية أكاديميتهم ويعني إحنا أهلا وسهلا بيهم وإحنا اللي نروح نجيبهم من البيت إن شاء الله وإنتوا في الأكاديمية عندكم بعد ما شاء الله من أصحاب الهمم إيه كتير الحمد لله عندنا عدد كبير من أصحاب الهمم شيء يدعو للفخر والاعتزاز دكتور اللي تقوم فيه الأكاديمية بصراحة الله يحفظ يعني الإمارة كلها تتكلم إن أقل من سنة نحن نشوف هذه الإنجازات الحمد لله الحمد لله رب العالمين فضل الله ثم سمو شيخ الحمد لله دكتور أبيك تقول كلمة أخيرة وأشكرك دكتور أحمد عبد الستار قبل دكتور أحمد عبد الستار مدرس قسم الكمان والصوت بأكاديمية الجيل الفنون الجميلة أنا أبيك تختم الدكتور وانت قاعد تعزف أوكي وخلينا ودع المشاهدين يلا تفضل مشاهدينا إلى هنا تنتهي حلقتنا لليوم وإلى الملتقى غدا إن شاء الله في نفس الوقت حياكم الله وخلونا نختم مع هذا الموسيقى الجميلة